دي آن كانت متجوزة من واحد اسمه شون وكانت بتحبه جدا، بس شون في مرة كان بيتمرن وبيجي هوب جات له سكتة قلبية مات، وهي كانت مصدومة جدا وما كانتش قادية تعيش حياتها لأنها كانت متعلقة بشون جدا وكانت بتحبه بجنون. بس عدى على الموضوع ده 10 سنين وقدرت إنها تقابل شخص تاني اسمه جو واتخطبت له فعلا، وكان فاضل شهر على جوازهم، وكانوا عاملين حفلة بالمناسبة دي وكانوا عازمين ناس كتير من ضمنهم واحدة صاحبتها اسمها كلارا اللي كانت رايحة الحفلة وشايلة في ايديها هدية وجوزها كان معاها وكانوا طالعين الحفلة. بس في اخر ثانية قالت لجوزها اسبقني انت انا نسيت حاجة في العربية، ونزلت في الجنينة وحفرت وخبت الهدية اللي كانت معاها ورجعت اشتريت هدية تانية ودخلت بيها الحفلة. وفي يوم عيد ميلاد ام ان دخل عليهم طفل صغير عنده 10 سنين وطلب من ان انه يكلمها على انفراد وقال لها انا جوزك شون ومش عايزك تتجوزي جو. هي قعدت تضحك في الاول وما كانتش مصدقه اللي هي سمعته، وبعد كده قامت منزله للبواب وقالت له مين الولد ده، قال لها ده ولد اسمه شون، قالت له طيب يروحوا بيته. وطلعت حكت لاهلها على اللي حصل وكلهم خدوا الموضوع بضحك. وتاني يوم قبل ما تروح الشغل لقت البواب بيديها جواب، وطلع جواب من الولد شون وبيقول لها انا بحبك ما تتجوزيش جو، وحكت لجو الكلام ده. فطبعا كان عنده فضول يعرف مين الولد ده وعرف انه مستني تحت، فقام نزل له وقال له ممكن اكلم ابوك، قال له هتلاقيه فوق، قال له هو ساكن هنا، قال له لا ده مديس وبيدي ديس هنا لطالب. وطلع جو قابل ابو شون وحكى له على الوضع وطلب من ابوه انه يخلي ابنه يبعد عن ان، وابوه قال له اوعد ان دلوقتي انك مش هتوريها وشك تاني، بس شون قال له لا. ابوه قال له قول لها انك هتبعد عنها، شون برضو قال له لا. قامت ان بقى قالت له انت بكده بتأذيني، ارجوك مش عايزة اشوف وشك تاني، وقامت سابته ومشيت. قام شون وقع من طوله كأن قلبه اتكسر يعني. وعدى يوم كده وقام طلبها في التليفون وقال لها احنا لازم نتقابل في الحديقة وانتي عايفة هتقابليني فين، وراحت فعلا الحديقة في المكان اللي جوزها مات فيه وقالت له ما تبعد عني بقى يا ابني انت عايز مني ايه، قال لها انا عايز مصلحتك انا بحبك وبقولك ابعدي عن جو، ولو عايزة تتأكدي اني شون اسأليني اي حاجة خاصة بيني وبينك وهجاوبك. وفعلا خلت جوز اختها يسأله شوية اسئلة وقعد يجاوب على كل اسئلته صح، وجالهم البيت كمان وقعد يجاوبهم كلهم على كل الاسئلة، والشك ساعتها بدأ يملأ ان وحست ان ده فعلا شون، او يوحو دخلت جوه الطفل ده. وان طلبت من ام شون ان الولد يفضل معاها يومين كده وموافقت على امل ان حال ابنها ينصلح لانه ما بقاش يروح المدرسة وبقى يقول لها انا ما بقيتش ابنك الصغير شون. بس للأسف الفاطية دي بدل ما ان تحاول تبعد شون عنها قربت منه اكتر وقت وما بقتش قادية تتخلى عنه خالص، والموضوع ده كان مضايق جو جدا لحد ما كانوا قاعدين وبيسمعوا الموسيقى واللي هتشتغل في حفلة الزفاف بتاعة جو وان، وشون كان قاعد ورا جو وعمال بيخبط في الكرسي بتاعه، وجو قال له كذا مرة بطل اللي انت بتعمله ده، بس شون ما بطلش لحد ما جو اتنافس جدا وكان عايز يضرب شون وقعد يكسر في الحاجات والناس تحاول تهديه بس ولا هو هنا، ومسك الولد اداله علقة لحد ما شون ايدي يفلت منه ومشي. وساعتها ان اتخضت من جو وسابتهم ونزلت ورا شون وحاولت تصالحه، فلقت شون بيقرب منها وبيبصها، وساعتها ان ما كانش عندها اي استعداد انها تبعد عن شون وفسخت خطوبتها مع جو، وقعدت تفكر هتعمل ايه في مستقبلها مع شون بالرغم من ان كل اللي حواليها قالوا لها اللي انت بتفكري فيه ده غلط، ما ينفعش ده يبقى جوزك دي كلها اوهام في دماغك، ارجعي لجو وبطلي جنان. بس هي ما سمعتش كلام اي حد فيهم. كلارا بقى جت تزور ان وشون هو اللي فتح لها الباب، وقامت خدته على الحمام كده وقالت له ده عنوان بيتي الجديد مستنياك. وتاني يوم راح لها البيت فعلا وقال لها انت مين، قالت له ازاي بتقول على نفسك شون وما تعرفنيش، انا حبيبتك يا استاذ، قال لها لا ان هي اللي حبيبتي، قالت له لا انا عشقتك انما ان مراتك وعشان كده انا متأكدة 100% انك مش شون. وقالت له بقى ان شون كان بيحبني
كان بعت لي كل جوابات الحب اللي كان بيكتبها الآن بس عمري ما بعتها الآن، وبعتها لي أنا عشان يثبت لي إنه بيحبني أنا أكتر منها، بس في نفس الوقت ما كانش قادر يتخلى عنها وعشان كده أنا كنت بكرهها. ولما عرفت إنها أخيرا هتتجوز حد تاني قلت أبعت لها بقى كل الجوابات دي، وافتكرت إنها هدية مناسبة بس ما قديتش، وفي آخر لحظة رحت دفنتها في الجنينة. أنت بقى شفتني وجيت ورايا وفتحت الجوابات وقريتها، لأن شون كان بعت لي الجوابات مقفولة، فقام شون سابها وجي وقرر إنه لازم يقول لآن إنه مش شون لأنه بيحب آن، وما كانش متخيل إن شون كان خاين، بس في نفس الوقت آن كانت وصلت بتفكيرها الحل، ألا وهو إن هي وشون هيهربوا وهيستنوا لحد ما يتم 21 سنة ويتجوزوا. وقالت كده لشون فعلا، بس شون قال لها أنا آسف يا آن، بس عشان أنا بحبك أنا بقولك إني مش شون، مش هقدر أشرحلك أكتر من كده. فآن كانت هتتجنن وقالت له إيه جديد اللي أنت بتقوله بجد، طريقة مختلفة، يعني أنت كنت قاصد تجنني عشان تعلقني بيك وبعد كده تسيبني وتمشي؟ وبقت مصدومة ومش فاهمة الدنيا رايحة بيها على فين، بس ما لقيتش قدامها غير حل واحد بس، إنها تحاول تنسى اللي حصل ده وتروح لجو تعتذرله وتبوس إيده وتطلب منه إنه يتجوزها. وجو عشان بيحبها وافق، ويوم جوازهم وهي بتتصور بفستان الفرح بتلاقي شون بعت لها جواب بيقول لها أنا آسف على كل الأذى اللي سببتهولك، بس صدقيني ده كله ما كانش بإيدي، أنا حتى رحت لكذا دكتور محدش فيهم إيدي يفهم وضعي أو حالتي، وأمي بتقولي يمكن اللي حصل ده تعويزة أو كان معمول لي عمل، بس الحمد لله إني بدأت أخف والأوهام اللي في دماغي دي طلعت منها ورجعت مدياستي من تاني، وأوعدك إني مش هخليكي تشوفيني تاني، بس يمكن نتقابل في حياة تانية. مع حبي شون. وقبل ما الفيلم ما بيخلص بنلاقي آن واقفة قدام البحر بفستان فرحها وعمالة بتعيط وكأنها اتجننت ومش فاهمة ايه اللي بيحصل لها ده، لحد ما بيجي جو بيحاول يهديها وبيخلص الفيلم على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعمل كومنت عشان ابطل.